يا اهلا يا اهلا يا جناب العمد. ادي ادي يا ابو العيل. ما تجيش يا جناب العمدي. لا تيجي وتيجي ان شاء الله قوي كمان. اقعد يا ولد. قول انت اتعشيت يا ولد؟ هاني شبعان. يا ولد قول يا ولد لو جعان قول. انت هتتكسف من حضره العمده ولا ايه؟ ايه هو في حد يتكسف من ولي نعمته؟ عال العال والله بينك عقلتي يا ابو العيله وربنا كملك بعقلك. حس كده بقى اني مش هرجع في وعدي معاك، ودارك اللي اتحرقت دي اني هديك دار احسن منها. ايه دي كده يبقى ان كرمك زاد وغطانا يا جناب العمدي. هو انت اول مره تعرف العمده عثمان يا ولد؟ ده العمده عثمان احسن راجل في بر مصر كله، وفوق دي بيحبك ياض يا ابو العيله. مش محتاج تقول لي يا شيخ مبروك، انا عارف. كمان ياض يا ابو العيله لازم تبقى عارف ان العمده عثمان دي بيحب الخير للناس كلها، يعني عمره ما يعمل حاجه الا لما يبص للخير اللي جاي للناس قبل ما يبص للخير اللي جاي له هو شخصيا. وكمان اكيد عارف ان طاعه اولي الامر واجب، صح ولا لا؟ يا ما الطاعه دي ربنا ما عملهاش كده اهو، لا ده عملها ترويض وتربيه للرعيه عشان يطيعوا من شاء لهم الله الطاعه من ولاه الامور، وعملها كمان عشان تزويب الاهواء وتقويم النفس البشرية وتهذيب الغرائز الإنسانية. يا شوف يا أبو العيلة، أنت عارف يعني إن ربنا كرمني آخر كرم، أرض ومال وجاه، بس في حاجة مهمة قوي ربنا ما ادهانيش، الوريث العيل. دي أرزاق يا جناب العمدي. إيه وبعدين ربنا يزيدك ويديك. يعني أنت يا ولد شايف انني استاهل العوض؟ يعني ربنا يعوضني بعيل كده يورثني؟ امال ايه؟ ليه لا؟ الله ينور عليك. انا قلت برضو ان انت واد جدع وسداد. ايه قولك بقى؟ ايه انني بفكر اتجوز، رايك ايه بقى؟ ايه على بركه الله يا جناب العمدي، واني مين اصلا علشان تاخد راي؟ مين ايه؟ ده انت اهم واحد في الحكايه دي يا ابو العيله. اصل العمده عايز يناسبك. يناسبني؟ في مين؟ عايز تتجوز امي؟ امك ايه يا هبل انت؟ انا عايز اتجوز فاطمه. فاطمه مين؟ مراتي؟ اللي هتبقى كانت مراتك. بس انا ما طلقتش فاطمي ومش ناوي. ما هو انت هتطلقها. يعني انت عايزني اطلق مراتي عشان تتجوزها؟ ايه قولك بقى؟ ممكن كلمه يا جناب العوم دي؟ قوي قوي. ايه قول. حس ان الكلام كده ما يصحش، يعني ناخد وندي ويا بعضيني في وجود الناس دول، ولا ايه قولك؟ انت واد نور يا والي، براو عليك. مؤاخذة بقى يا شيخ مبروك، عشان يعني ناخد وندي. من حقكم يا سيدي، ما انتوا نسايب. يلا واد انت اهو، يلا هونا، عايزين ناخد وندي. ايه الهمه دي؟ بالك يا ولي، انت طلعت عاقل وناصح. انا كنت فاهم ان انت هتعصاني، اصل الواد الزفت ابن الزفت ده عصاني. وماني ايه بقى؟ عندي قوه يا ولي ما تعرفهاش انت. قمت طابق في زمره رقبته وقعد بقى يلالي، الحقوني يا ناس، غيتوني يا خال، هاي موتني، الحق يا عم. في عم يا عم، في عم، في ايه يا بهيم انت وهو؟ انا بحكي له حكايه، ايه الغلاوه اللي انتوا فيها دي؟ قول له كده يا ولي، انا عملت ايه لما اقول له؟ ايوه حصل اهو، شفت؟ يلا انت اهو، يلا يلا بر عمر جناب، يلا يا ولد. ايوه خدت بالك انت ازاي؟ ايوه ما نزلت عليك قوي. ايوه مش عارف مين فيه. قوه قويه يا ولد زي دي كده. ولا الحاني عايزني اطلع مراتي عشان تتجوزي انت يا ديني يا طفص. انا
يا ولية كده. اوعى عمدي يا عمدي عمدي يا عمدي. مشي مشي انت يا رحمن انت وهو واختفاني يا بهايم. الواد موتني وجري. اجري 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 يا ابن الكال. اخص عليك يا عثمان خضتني. خضتك ايه؟ دي موتني وجري. انا مش هسيبه، لازم ياخد اعدام لحد ما اتربى. معلش حلال معلش. فيه ايه يا ابو العيلة مالك؟ أنا قتلت العمدي. نهار اسود أبيض. قتلته؟ قتلته؟ ليه كده؟ والنبي حلال والنبي. قتلته ازاي بس قول. والنبي تجيبيلي فاطمة عليا. حاضر. أنا هستناكي. احنا لازم نسيب البلد دي. حاضر. أوعى حد يشوفك. متخافش. أوعى تقولي إنك شفتيه. متخافش يا أخويا. يلا أوام. بالعجل والنبي. اهدى يا ابو العيلة وما تخافش. ما خافش من ايه؟ ما تخافش من اي حاجة وما تخافش من اي حد. هو الوجع فين بالظبط يا عمدي؟ انت لخبطتني من فوق لتحت. هي بناتي العمدة كويس ولا ابعت اجيب له الحكيم؟ العمدة علي العال مفيش لزوم. سلامتك ألف سلامة يا أخوي. عال إيه وسلامة إيه؟ لا أنا مش عال. اتصلوا بالمركز خلوا المأمور يجي يقبض على الواد المجرم ابن المجرمين دي. اتصلوا بالمركز وهاتوا المأمور يجي ويقبض على المجرم ابن المجرمين دي. أقول لك هاتوا له ينسون. صح، واحد ينسون علشان العمدة بسرعة. سكر زيادة. سكر زيادة يا بيت. تمام يا حضرة العمدة. قبضتوا على المجرم ابن المجرمين ده؟ اطمن يا حضرة العمدي، هنمسكه يعني هنمسكه. هنمسكه يعني هنمسكه. هيروح فين يعني؟ هيروح فين؟ يعني لسه ما مسكتهوش؟ لا، انتوا لازم تقلبوا البلد عليها وطيه لحد ما تجيبوه قبل ما تطلع عليه الشمس، والا وعيمانات ال... عارف عارف عارف، مش محتاج تحلف. مش محتاج. ايوه يا عمد، ما انتش محتاج، وبعدين ما تجيش نفسك يا عتمان. ده انت مخنوق يا اخوي. ايوه ايوه، فين اليانسون؟ ايوه فين اليانسون يا بنت؟ انا عايز يانسون. وانا كمان عايز يانسون. وانا كمان عايزه يانسون. وانا كمان عايزه يانسون. جتك نيله عليكي وعلى امك، ما تنهز يا واد انت وهو. انتوا فاكرين نفسكم فرح؟ جاتكم البلاوي. جاتك بلاوي الدنيا والاخره يا بعيده. عيب كده يا فهيمه، ما يصحش. خدي عيالك وروحي على اي مصيبه. يلا غايزينك مفلفلينك مش عللينك كده. عيب امال يا فهيمه مش كده يا راجل. انت مش شايف وهي بتزعق للعيال؟ الوليه دي عايزه تشليني. يا ريت يا حفيظه، هو حد يكره؟ شوف الوليه دي بتدعي عليا في وشي يا عمدي. جرى ايه يا وليه انت وهي؟ هو مفيش حاجه ولا خيشه؟ داني تعبان، مفيش احترام حتى للرجاله اللي قاعده. هو فيه ايه يا اخويا؟ بدل ما تزعق فينا كده ما تشخط في حفيظه اللي عماله تزعق في العيال. اسمع مني يا عمدي، تلاقيهم صدقوا روحهم وسمعوا الخبر وافتكروك موت، وحيجوا بقى هم عشان يشفطوا ويورثوا. شوف الوليه. عيب يا حفيظه الكلام ده. قصدك ايه يعني؟ اتمنى الشر لاخويا؟ العمده هيعيش وهيطول في عمره وهيفضل عمده البلد، واللي مش عاجبه هياخد بالجزمه وهيتجوز عليكي بعون الله. اسمعي بقى يا وليه انت وهي، هو في ايه؟ انا اللي اعمل اللي ينسون. انا كمان عايز ينسون يا عمي. وانا كمان يا عم. وانا كمان. هو كل حاجه خدها تاخده زي انا اللي عامل لك ليه. اسكت بقى منك ليه بس يعني. انا اللي عايز ينسون. يلا بقى يلا خلاص انت وهو. يا
ايه؟ يا ابني يا ولد يا ابني يا قوم ايه؟ الارانب زعلوا قوي على بيوتهم اللي الفيل جه وهدها لهم، وقعدوا يعيطوا يعيطوا ويقولوا الفيل ده وحش، ده احنا كل ما نتعب ونبني بيوتنا يجي يهدها لنا. قام نطت ارنب فالح وراح قال لهم عشان احنا ضعاف ضعاف ومش قادرين نعمل حاجه مع الفيل، هو يقدر يعني يعمل كده مع بيوت الأسودة ولا التماسيح؟ راح نطت الأرنب العجوز وقايل إحنا لو وقفنا كلنا إيد واحدة وفهمنا الفيل إن إحنا قادرين نضربه هيخاف مننا، وهيخاف كمان يهوب ناحية بيوتنا زي ما بيخاف يهوب ناحية بيوت الأسودة وبيوت التماسيح. لا عمره هيستضعفني ولا يستوطي حتتني. كان الأحسن إنك ما تقولش لفاطمة إنك جيت على هنا خالص. إزاي يعني كده؟ ما هو العمدة عشان يعرف أنت فين هيجيبها ويستجوبها، ومبان له انها كدابه ولا شم ريحه انها تعرف انت فين وما قالتش هيشيط وهيعمل اللي ما اتعملش. يعني خلاص ما عدتش قادر اقعد في البلد دي دقيقه وحدي. يعني كنت متفق مع فاطمي ان احنا هنسيب الكفر كله قبل ما يحصل اي حاجه. يا ابو العيله انت ضعيف كده ليه؟ بقى تسيب الكفر عشان واحد واطي مستقوي عليك زي العمدة هو اللي يمشي مش انت؟ اهو مشي خلاص. خرف 60 داهية بس انا كده هني عامل جناية هعرف البلد دي ازاي؟ والمأمور هعمل ايه وياه؟ هقتله؟ هو عساكر المركز لما بياخدوني؟ انت قتلت العمدة ليه؟ انا عارفة ان زفت البرك ده يستاهل القتل وهو سبب في كل اللي حصل لك، بس قتلته ليه يا ابو العيلة؟ زي عليك النبي والنبي استراوي سيرة من والدي. خلاص مش عايز اعرف، بس انت كنت عايز تسيب البلد وتروح فين؟ بلاد الله الواسعين. فين يعني في بلاد الله الواسعة؟ حياتها دهي تلمين انا وامي وفاطمة والولاد. اي دهي